كلمنا حضراتكم كتير عن مقاول الهدد اللي شغال في البلد وجرافة الخراب اللي عمالة بتهد في بيوت المواطنين ومصالحهم من اسكندرية لحد أسوان، وحذرنا ان المواطن مش هيستحمل ومش هيتحمل ده كتير، وهيجي وقت هينفجر المواطن وهيقف وش أخوه المواطن إذا كان مسؤول في وحدة محلية أو مسؤول في وزارة الزراعة أو مسؤول حتى في الشرطة. قلنا المواطن اللي صبر على هد بيته في جزيرة الوراق أو في مسبيرو أو في عزبة نادي الصيد بإسكندرية أو على محور المحمودية أو في الحي السادس والسابع في القاهرة، في الماظة، في القاهرة أيضا، في سوهاج عشان يعمل كوبري، أو مش عارف في الجيزة عشان يعمل محور. المواطن ده مش هيفضل صابر كتير، ويمكن اللي توقعناه واللي قلنا عليه مع الأسف بدأ يحصل. امبارح الحاسة دي قدام حضراتكم تعدي مواطن على رئيس الوحدة المحلية بمحافظة القليوبية أثناء قرار الإزالة، قال لك إنه صدمه بالموتوسيكل. مواطن تعدى على رئيس الوحدة المحلية بأبو زعبل التابعة لمركز الخنكة في محافظة القليوبية، لأن الراجل، ويا ريت تحطي لي صورته كده، اسمه محمد عبد السلام المغرابي رئيس الوحدة المحلية، حاول يهد بيت المواطن، فكان من المواطن انه ضربه بالموتوسيكل، فأدى بالنهاية الكسر بالقدمين وشرخ بالحوض والجمجمة، ده نتيجة هذا الاعتداء. طبيعة الحال الراجل رئيس الوحدة المحلية حالته خطر وموجود الآن في أحد المستشفيات في القليوبية. ده بسبب إيه؟ ده بسبب إن المواطن النهاردة خلاص، أنت بتهد بيتي، أنت، أنا بكرة هبقى في الشارع، بغض النظر عن سبب هدم البيت، لأسباب تعددت، إما للمنفعة العامة وهنعمل مكانه كوبري أو هنعمل مكانه محور، أو بسبب التطوير الحجة اللي مدورة النهاردة البلد كلها وعمالة بتهد في بيوت المواطنين، أو إن البيت ده مرة واحدة فوجئنا رغم إنه مبني بقاله 10 12 سنة إنه موجود على أرض الدولة، أرض الأوقاف، أرض زراعية. كل دي أسباب، النتيجة بالنهاية إن المواطن بيته بيتهد فوق دماغه وبيبقى في الشارع، ما بياخدش تعويض مناسب، أو حتى ما حدش بيسأل فيه وبينقلوه واحدة من المدن الجديدة. حمى التهجير القسري بتطارد المواطنين لصالح المشروعات اللي بتتعمل خلال الفترة اللي فاتت. عندنا مثلا مخطط لتهجير الفقراء بسبب مشاريع استثمارية في كل المحافظات، خصوصا الأماكن المنورة، يعني مثلث مسبيرو، جزيرة الوراق. عندنا كمان الموضوع ده حصل خلال الثلاث سنوات اللي فاتت في أكتر من 72 بقعة في 27 محافظة، عملية التهجير وإزالة المباني للمنفعة العامة، لكوبري، لمحور، لتوسعة الطريق، لأي حاجة من الحاجات اللي بيعملوها. شالوا جزيرة الوراق وهيعملوا مكانها جزيرة جديدة اسمها حورس بتكلفة 17.5 مليار جنيه. عندنا كمان 16 جزيرة موجودين في النيل، متوقع يتكرر السيناريو خلال الفترة اللي فاتت، ده بعد ما تشالوا من طبيعتهم كمحميات طبيعية وتحولوا لأماكن عادية. عندنا كمان 36 جزيرة نيلية تم تسليمها للقوات المسلحة بأمر مباشر لعمل مشاريع استثمارية فيها. عندنا تهجير أكتر من 50,000 مواطن ده خلال الثلاث سنين اللي فاتوا بس من مثلث مسبيرو لصالح مشاريع استثمارية لدولة الإمارات العربية. عندنا كمان مثلث مسبيرو النهاردة تحول لغابة من الأبراج السكنية الشاهقة التي مش في مستوى المواطن الفقير، ولا هيقدر المواطن الفقير يعيش فيها أو يشتري فيها. ضيف عليهم كمان منطقة نزلة السمان اللي تم تهجير 53,000 مواطن واستهدف استهداف إزالة 4,800 منزل، أيضا لتحويل هذه المنطقة المضخمة للأهرام لمنطقة استثمارية. كل ده بيحصل، كل ده المواطن شايفه بعينيه، فالمواطن خلاص بقى، أنت بتاخد بيتي عشان تبني مكانه كافيه أو برج أو مشروع استثماري أو حتى جراج زي ما بيحصل النهاردة في جنينة الأندلس أو حديقة الأندلس. ضيف عليهم حاجة تانية، فساد المحليات. عندنا انتخابات محلية أو ما عندناش مجلس محلي بقالنا أكتر من 10 سنين، قول 11 سنة من 2011 لحد النهاردة، لكن اللي بيدور المحليات في 27 محافظة
45 ألف موظف تم تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة. 45 ألف موظف دولت فيهم المرتشي وفيهم اللي بينه وبين المواطن طار أو خصومة، وفيهم اللي بيمشي الموضوع بالفلوس والمحسوبية، لدرجة أن الفترة اللي فاتت لما المواطن يشوف كل هذه الأخبار وكلها بسبب إزالة المباني، قبض على موظفين بالوحدة المحلية بمئة غمر، قبض على موظف بوحدة محلية بالغربية استغل موقعه الوظيفي ومكن أشخاص من التعدي على أراضي زراعية، ده أيضا اتقبض عليه خد رشوة بسبب إزالة المباني. قبض على موظف في وحدة محلية طلع تراخيص بناء مخالفة، ده كان في محافظة الأقصر. قبض على موظف وحدة محلية بالشرقية متلبسا بتلقي رشوة، الخبر اللي بعده ده في الأقصر، الخبر اللي بعده في الشرقية أهو. في خبر بعده أيضا من الغربية قال لك استغل وظيفته. القبض على موظف وحدة محلية أهدر 6 مليون جنيه أيضا في عملية إزالة المباني. خبر اللي بعده من الأليوبية، ضبط موظف بوحدة محلية بالأليوبية استغل موقعه الوظيفي ومكن شخص من التعدي على أملاك الدولة. كل الأخبار دي لما يشوفها المواطن قدام عينيه ما بقاش عنده ثقة في الموظف اللي جاي يهد بيته. ما هو الموظف اللي جاي يهد بيته ده المواطن ممكن يقول أنا لو اديته رشوة ما كانش هد بيتي، شايف قدامه ان جاره اللي في نفس حالته ونفس المشكلة بتاعته بيته ما بيتهدش، لأنه راح دفع 2000 3 10 20 لمهندس أو موظف في الحي ما عندوش ضمير، فتساب بيت اللي دفع وبيت اللي ما دفعش بيتهد قدام عينيه. فده أيضا أدى للخصومة ما بين المواطن والموظفين والصدام اللي بيحصل النهاردة في معظم المحافظات. ضيف عليهم كمان الطريقة اللي بيتعامل بيها بعض مسؤولين في الوحدات المحلية. المنظر ده كان من سوهاج في مارس اللي فات، الموظفين في الوحدة المحلية بسوهاج رايحين بيهدوا بيت المواطن بإيديهم، عارف انت اللي هو انا ايه، تشعر كده وكأن في إطار ما بين المواطن وما بين الموظفين، تحس كده ان الموظف اللي رايح يهد بيت المواطن قدام عينيه مش بيراعي بقى شعور المواطن او ان هو ما عندهوش مكان، لا ده بمنتهى الاجرام زي ما حصل كده مثلا في مطاي لما خرج رئيس الوحده المحليه في مطاي بالمنيا ومعاه جاروف بالليل ومعاه اللودر ده وبدا يهد بيوت المواطنين بالليل في عز السقعه، ما استناش عليهم حتى الناس تصحى الصبح او يشوفوا مكان ينقلوا فيه. دي اسباب حكومه واللي بتعمله، موظفين المرتشين والنموذج السيء للمحليات، طريقة تعامل الموظفين مع المواطنين أدى لصدام ما بين المواطن والمواطن. ما هو اللي تهد بيته ده مواطن، ومسؤول الدولة اللي جاي يهد بيته النهاردة مواطن. عندنا صدامات في معظم المحافظات النهاردة، هعرض لحضرتك بعضها. امبارح أو النهاردة كان في أبو زعبل قبل فترة مثلا مواطنين اعتادوا على موظفي الإزالة، ده الكلام ده كان في محافظة الدقهلية، واعتادوا عليهم بالضرب في مركز أو بمركز 100 سلسيل في محافظة الدقهلية. عندنا كمان كان في حادثة في الجيزة، محاكمة 18 متهم اعتادوا على لجنة الإزالة في الجيزة. عندنا كمان بعض الأخبار هتلاقي بقى الحادثة موجودة في، شفنا مثلا اللي حصل في جزيرة الوراق، وأهالي جزيرة الوراق لما اتخانقوا مع الناس اللي جاية تعمل إزالة، شفنا أهالي نزلة السمان والحكومة ضربتهم أو الشرطة ضربتهم بالخرطوش بتوع مثلث ماسبيرو، أهالي ترعة المحمودية الجماعة اللي كانوا بيتظاهروا في سوهاج، أهالي الجيزة. صدمات النهاردة ومع الأسف مرجحة ومرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة. إذن الحكومة النهاردة حطت الشعب في وش الشعب، حطت المواطن في وش المسؤول الصغير، ده كل ده من أجل بعض المشاريع الاستثمارية اللي بالنهاية بتصب في جيب الحكومة والمسؤولين في الدولة.